قبل 2003 ما كنت أعرف شيء عن أطفال الشارع ولا كنت أفكر منين ذولا يجون ولا فد يوم سألت نفسي ليش هم بالشارع ولكن بعد 2003 شفتهم وبكثرة بساحة الفردوس وكانت المنظمات الأجنبية تشتغل وياهم وأكثر شيء شد انتباهي هو بنية أجنبية كانت تحتضن طفل شارع وتلعب وياه بكل حنان وتوكله وكأنه ابنها بصراحة هذا الموقف كلش شدني وقررت أن أشتغل ويا أطفال الشارع وأسوي وياهم أشياء ما حد مسويها قبلي ويا هاي الشريحة الحمد لله ردت بالبداية أن أثبت للناس أن ذول الأطفال ضحايا وليس جنات لأن للأسف الشديد المجتمع كلش قاسي بالحكم على هاي الشريحة الشغل وياهم صعب وخصوصاً أنه أنا كنت أواجه المجتمع ككل وأني فرد فكنت أخذ الأطفال وياي للبيت يباتون يمي بالبيت وأصعب موقف وما أقدر أنسى أول يوم اللي أخذت بي الأطفال وياي للبيت فكان بالنسبة لي اختبار وبالنسبة لهم هي فرصة أن يلقون شخص ينقذهم من الواقع اللي هم يعيشونه فما قدرت أنام للفجر أنا ما كنت خايف منهم مثل ما يتصور الناس أنا كنت خايف عليهم خاف يطلعون بالليل فكانت إذاني يم الباب أسمع خاف يطلعون مجرد بصار الصبح طلعت ركض رحت أباوع شفتهم نايمين كلش ارتاحت وعرفت أن أنا نجحت بالاختبار وهم يستحقون هاي الفرصة من قعدة أنا رحت جبت ريوق وجيت قعدتهم من النوم فاجئوني من قعدة حتى أثبت لكم أنهم أطفال يستحقون هاي الفرصة أول ما قاموا من النوم صفطوا البطانيات والدواش قبالتهم قالوا الأستاذ وين نخليهن بادرني واحد منهم قال الأستاذ تدري هاي أول مرة أنام بفراش نظيف ودافي يعني صار له ما أدري كم سنة بالشارع يبات واحد لاخ قال لي أستاذ أول مرة أنام وأنا يعني مأمن لأن ما تعرف بالليل بالشارع إيش يتعرضون للأشياء وإيش قد ناس تستغلهم بالشارع واحد قال أول مرة أحسك واحد بالعراق يحبنا ويهتم بينا طبعا تعلقي بأطفال الشارع سبب لي كثير من المشاكل ويا حتى أقرب الناس إلي اللي هو والدي الله يرحمه لأن كان يعارض فكرة أن أتبنى واحد من ذول الأطفال اللي كنت كلش متعلق به فتقاطعنا أنا وياه 3 أشهر بس خلال 3 أشهر توصل إلى قناعة أنه اللي أسوي لازم هو يفتخر به ووصل إلى مرحلة يكنس الدار مال الأيتام وأمام الجميع بعد ما احترق هو يفتخر بهذا الشيء بعد 2007 بداية 2007 انقطعت مشوار انتهى ويا الأطفال المشردين لأن كلهم دمجتهم ويا عوائلهم ويا أسر بديلة مثل عم أو خال أو جد وانتقلت بالعمل مع الأطفال الأيتام لأن بعد 2007 بسبب الظروف السيئة للبلد كثر عدد الأيتام بالعراق فكان يعني مطلوب أنه كثير من الناس تتحول بعملها لإنقاذ هذه الشريحة من المجتمع للأمانة يعني ويا ذول الأيتام يعني كنت دائما أبتسم وأضحك وأواجه أكبر المشاكل وأنا أضحك تدرون ليش؟ لأن المشاكل اللي عندهم أكبر من كل مشاكلنا بس رغم هذا 24 ساعة أشوفهم يضحكون فكنت أخجل إذا أنا أكون ضايج أو مكتئب بالوقت اللي هم مشكلتهم أكبر من كل مشاكلنا ويضحكون وياهم عشت الحياة طول بعرض سويت كل شيء حتى الأشياء اللي ما مسويها من كنت صغير سويتها وياهم غنينا
لعبنا ضحكنا لعبت أشياء ما مسويها من كنت صغير وبنفس الوقت لعبتهم أشياء أنا كنت مسويها من كنت صغير وهم ما لحقوا عليها لأن للأسف التكنولوجيا والهاي حرمت كثير من الأطفال من الأشياء اللي كنا نلعبها من كنا صغار وما حسستهم إن هم عايشين بدار مال أيتام حتى اسمنا كان البيت العراقي الآمن للإبداع لأن أطفالي كانوا مبدعين كانوا حائزين على 28 جائزة عالمية وكانوا هم يعني عنصر فعال ويساهمون ببناء المجتمع مو نفس النظرة اللي ينظر لها المجتمع على أساس إنه اليتيم للأسف الشديد بثقافتنا إنه هو معاق ويحتاج إنه دائما تساعده وتمد له يد العون حتى من كنت أعلمهم ما كنت أعلمهم بطريقة تقليدية أو مملة مثلا من كنت أعلمهم جدول الضرب كتبت لهم على البايات مال الدرج كل باية مثل ما تشوفون الرقم في رقم فكنت هو يصعد على الدرج صاعد نازل واحد في واحد واحد اثنين في واحد اثنين المهم الحد ما حفظوا جدول الضرب أنا راسي صاير هالكبرات الأطفال اللي عندي يعني نماذج مو بس أنا افتخر بهم كل أطفال العراق وكل شباب العراق وكل العراقيين لازم يفتخرون بي وهذول نموذج منهم هاي هو حي الناس أتمنى أول شيء يتحقق حلمي وفي يوم من الأيام أشوفهم كلهم نجوم بالعراق ورافعين اسم العراق بكل المحافل سمير حمادة سمير ممثل سينمائي ماخذ جائزة من أمريكا تقدر شوية تتقدم سمير أفضل ممثل سينمائي عن فيلم عيد ميلاد وقبل أسبوع أخذ جائزة من مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة وحائز على جائزتين بالعراق يعني مجمل الجوائز تقريب 4 أو 5 جوائز إذا أني ما تخوني الذاكرة شكرا سمير أحمد هادي يعني موسوعة يعني أنا عندي قناعة أن كل طفل ممكن أن تجتمع به أكثر من موهبة بس إحنا شلون ننمي هاي المواهب ونوجهها على الطريق الصحيح أحمد عازف أورك ممثل سينمائي مسؤول المكتب مال الدار هو اللي يسوي برامج الحاسوب بعد شنو يلعب رفع أثقال وسباح بالاتحاد العراقي للسباحة شكرا بس نسيت نقطة أنه أول البارحة عدى فيلم هو أخذ 3 جوائز من مهرجان البحرين أول البارحة وصلنا الخبر عيسى ومصطفى هذول العنوان البارز للدار مالتنا هنا المشاكس وهنا العاقل مصطفى عازف كلارنيت ويا المايسترو كريم مصفي وعيسى يعزف تشيلو عيسى سباح ومصطفى لا رافع اثقال مصطفى ممثل سينمائي وعيسى ممثل سينمائي وما قبل تقريب شهرين اخذ فيلم مملكه النفايات جائزه من نيويورك في امريكا سيف صالح احنا طبعا حتى بالدار كل واحد اللقبه لقب فسيف اللقبه القيصر سيف ممثل سينمائي عنده فيلم في احضان امي حائز على 20 جائزه عالميه و وهو يغني بالعربي وبالانجليزي وش تعزف
كمان. شكرا. حسين على بطل من أبطال مو البيت العراق لا من الإبداع لا من أبطال العراق اللي لازم الكل تفخر به. حسين فنان تشكيلي ماخذ جائزة من أمريكا أفضل عمل لطفل دون 15 سنة قبل سنتين. وحسين يعني من مساوئ القدر ومن مساوئ مجتمعنا انه حسين معارضه كانت تطلع للخارج هو ما يقدر يروح وياها لان ما كان عنده جنسيه، ولكن بعد مراجعات سنه وروح وتعال قدر تحصل له جنسيه وجواز سفر وشهاده جنسيه. وهسه حاليا ان شاء الله يستعد الى يعني راح تجي دعوات من فرنسا ومن المانيا ومن امريكا حتى يسوي معارضه هناك. كل الناس تحلم بالليل بس انا كانت احلام الصبح. كل الناس تحلم حلم حلمين ثلاثه بالزايد، انا كنت احلم يوميا 33 حلم ويوميا اشوفهم قدام عيني تتحقق هاي الاحلام. فاقول لهم شكرا جزيلا لان انتم اصحاب الفضل انا واقف هنا. شكرا جزيلا.